لا بجد مش مصدق اني عملت كده. اروح لاحسان واقول له القلتون؟ انا بقيت مريض زي ما فريده بتقول بقى. اهلا اهلا اهلا، انت جيت لي ملعبي كده يا بليغ. فكري عندها حق. انا شايفه انك عمال تلف وتدور عشان تهرب من سؤال وجواب معين، بس انا هخبطه كده في دماغك. انت لسه بتحبها؟ اي ايه يا ماجي ده؟ ايه حد يسال السؤال يخبط واحد؟ هو ايه الحب اساسا؟ لا ما تقعدش تتهرب وتعمل لي شويتين بتوعك دول. بتحبها؟ يعني انا ما انكرش ان ليها معزه في قلبي، بس يعني احساسي بيها اتغير قبل ما اسافر عن ما رجعت. ايوه بس هو حب بيفضل حب، ممكن يتغير شكله وتتغير طريقته، بس اسمه حب يا بني. لا مش كده. لا بعدين مش هتقعد تتكلم عني بقى طول الليل. انت اخبارك ايه؟ انا حسام لسه هنا. انا مش عارفه انا كلمتك ليه انت بالذات، بس بصراحه كنت محتاجه اشوفك واكلمك. انا لسه ما نسيتوش. يعني ممكن ترجعي لي؟ شفت لو كان ضغط عليا الليله اكتر شويه كنت رجعت له، عشان كده قمت وكلمتك على طول عشان اهرب. عايز صراحه اكتر من كده؟ هقول لك بقى صراحه اكتر. انت لازم ترجعي لباباكي وتقولي له اللي هيجي الخطوبه بكره حسام بدالي. لا طبعا. لاحظ ان حسام من اول قلم كرامته وجعته وسافر واتجوز وحب وخلف وبعد عني. انا ما بحبش الراجل متذبذب كده. يا ماجي يا ماجي، ما انت لسه قايل ما في القلب. ايوه انا عارفه كويس انا قلت ايه. انا ما نسيتش، انا قلت ان انا لسه ما نسيتوش وان كان ممكن اضعف، بس العقل بيقول حاجه ثانيه خالص. انا متاكده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنام واصحى الاقي نفسي احسن. وايه اهل الحب صحيح مساكين؟ افتكر بقول لك ايه، احنا لسه على ميعادنا بكره، الخطه ما اتغيرتش. الا لو إيه؟ فريده بقى وقفتني، اعمل ايه مع فريده؟ لا فريده ايه بقى، انسى فريده شويه، سيبها ابعد عنها، اعمل زي ما انا عملت مع حسام. لو عايزني اكتفك وامسك لك ايديك ورجليك انا بص ايه مستعده هربطهم كده اكتفك. اهل الحب صحيح مساكين، صحيح مساكين. ايوه يا اخويا. اه يا من حب نجا قلبي مرض قلبي جواب.